الحل ايه يا فؤاد؟ دي مصيبة. انا مش قادرة اصدق اللي انت بتقوله ده. المعلم عدوي؟ ده انا كنت بحس انه بيعتبرني زي بنته بالظبط. من ساعة ما قال لي الكلام دوت وانا عمال الف حوالين نفسي مش عارف افكر. طب وبعدين هنعمل ايه؟ مش عارف. بقول لك ايه؟ انا لا يمكن اجوز حد تاني غيرك. وانا لا يمكن اتصور انك تكوني مرات حد غيري يا صافية. بس الراجل ده هو اللي مربيني وافضله عليا طول عمره. ما انا كمان زيك، مع ان الفتره اللي قضيتها معاك كانت قصيره قوي، بس الحاجات اللي عملها لي ما تتعملش في سنين. ومع ذلك مش قادره اتخيل اني ممكن ابقى مراته ولا مرات حد غيرك. لا وايه، ملقاش غير انا اللي فاتحك في الموضوع ده. خلاص انت تقول له انا جسيت نبضها ولقيتها رافضه موضوع الجواز ده نهائي. طب ولما لقينا اتجوزنا فجاه كده؟ لا ما احنا نستنى بقى شويه لحد هو ما يصرف نظر عن الموضوع ده خالص. يا ريت كمان لو لقينا له بقى عروسه تخش مزاجه. عروسه تخش احنا هنشتغل خط بعد اخر الزمن يا صافيه. الراجل بقى له سنين ساكك على موضوع الجواز ده خالص، واضح ان انت اللي فتحتي نفسه على الموضوع ده. يا دي الحظ المنيل. ما هو انت السبب، عماله تمدحي فيه في الراحه والجايه لحد ما خليتيه فهمك غلط. يعني كل اللي الراجل عمله معايا ده ومش عايزني اقول له كلمتين كويسين امدحه بيهم؟ طب بص بقى، احنا ننسى الموضوع خالص وانت تقول له انك مش لاقي فرصه مناسبه عشان تفتحني في حاجه زي دي، لغاية ما نقعد ونفكر ونشوف هنعمل ايه. اخبار الاستاف الجديد ايه؟ مية مية، بس انا خايفة منه قوي، حاسة انه خطر. ما تخافيش، الواد قال مدام مش هتغوطوا فيه هيبقى معاكوا زبادي. على رأيك، على بال ما نجيب الاستاف بتاعنا. وانتوا يا بهوات مفيش حد فيكم عارف يتصرف؟ الحكومة مقفلاها على كل الديلرات، حتى الواد الديلر اللي انا بتعامل معاه قاعد اتكلمه وما يردش عليا. اكلمه وما يردش عليا. رحت مكلم واحد صاحبي سالته، قال لي يا عم اسكت ده اتقبض عليه. ده انت تحمد ربنا ان ما بلغوش عليك، كان زمانك مشرف معايا. على رايي الواد حليم قال لي نفس الكلام، عشان كده مش عارف يتصرف. حليم مين ده؟ جامبو جديد ولا ايه؟ يا خفه، الواد حليم اللي بيجيب لنا دماغنا كل مره يا بت. لا يا شيخه، بيجيب لنا دماغنا؟ طب هو ايه وهو جايبها تتكسر؟ قديمه قديمه. لا حلوه حلوه.